احنا كنتمنوا كل المجهودات اللي قامت بها الوزاره ديالكم، ولكن راه مازال العديد من الفنانين اللي كيعيشوا الفقر والهشاشه، ربما كنشوفوهم في الدار البيضاء وفي الرباط وفي مراكش لان بحكم الكثافه، ولكن راه كاينين ايضا في الاطلس وفي سوس وفي الصحراء وفي المغرب الشرقي وفي الشمال وفي كل ربوع المملكه، فنانين اللي عطاو يعني من المهاره ديالهم، عطاو للفن وعطاو للثقافه وعطاو للتراث ومثلوا المغرب في محافل وفي تظاهرات اللي هي دوليه، الان كيعيشوا في صمت، كيعيشوا النسيان وكيعيشوا الاقصاء لانه ما كاينش فرص تكافؤ فرص العمل، وما كاينش راه ماشي كلشي كيشتغل سيد الوزير، وحتى ملي كيشتغلوا لفترات متقطعه، ففي ظل انه ما كاينش امكانيات شغل متواصل وفي ظل الدخل الغير قار، راه هاد الفنانين هادو وبما فيهم طبعا انت تكلمتي حتى على التقنيين والاداريين، راه ما كيلقاوش انهم يسدوا الرمق ديال الاسر ديالهم، خصوصا ملي كتكون الازمه حالهم حال كل المواطنين. ملي كنتكلموا على القضيه الاجتماعيه للفنان، راه ما كنقوموش بتجزئه فنانين دون غيرهم، راه ولا مواطنين دون غيرهم، راه الثقافه لا تنفصل عن التعليم، والتعليم لا ينفصل عن الصحه، والصحه لا تنفصل عن السكن ولا على الشغل، كل هذه القطاعات هي مهمه. لذلك كنطالبكم سيد الوزير تسريع بتنزيل قوانين تنظيميه لقانون الفنان من جهه، وطبعا تجويد الدعم العمومي للقطاع من جهه اخرى. حنايا في البرنامج الحكومي على يقين بان الثقافه هي رافعه التنميه، وحنا كنملكوا في هذا الميدان كلنا، يعني الفنانين في ربوع المملكه كلها، من الكفاءات ومن الاطر يعني البشريه ومن المؤهلات، اننا تكون عندنا صناعه قائمه بذاتها، ويكون العمل متواصل لكل الفنانين في كل يعني في كل الجهات.